عليكم. يلا يا كاري، يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت يا ريت لو تظبطوا بس الاسم بتاعكم، الاسم اللي انتوا داخلين بيه اظبطوه باسمكم عشان اقدر اناديكم بيه، لان مش هلحق احفظكم. اتفقنا؟ معاكي بنتي صفاء. اهلا وسهلا يا صفاء، مامة صفاء. يلا بينا. احنا طيب استاذنكم بس ان احنا نقفل المايك، لو تفتحوا الكاميرا عشان بنشارك مع بعض كده واشوف ادابكم. احنا نظامنا بنفتح، ايه اللي مش هيقدر يفتحها او مش مستعد ده حرية، ما فيش مشكلة، بس احنا بنفتحها كده، ايه بنتشارك مع بعض بالكاميرا، بنقفل المايك، ملتزمين هنادي على اسمكم. يا ريت بس تظبطوا اسمكم اللي موجود في القائمة، يبقى باسمنا احنا، باسم الطالب او الطالبة. طيب احنا في سنة اولى ابتدائي، الصف الاول، سيبنا الكيجي، خلصنا الحروف في الترم الاول. انا عارفة ان في بعضنا اخد حاجات من الترم الثاني، تمام. الترم الثاني بيبقى مهم جدا، بيبقى فيه حاجات مهمة جدا هتعلمنا ازاي نقرأ ونكتب. قبل ما نخلص السنة إن شاء الله، قبل ما نخلص الترم، بنبقى مخلصين الحاجات المهمة اللي بتخلينا نعرف نقرأ ونكتب، وعليها إن شاء الله بناخد بقى دروس القراءة كتير والكلام ده كله. اتفقنا؟ طيب احنا مبدئيا كلنا واخدين حروف المد ولا لا؟ في حد لسه ما خدش حروف المد؟ كلنا واخدين حروف المد. انا عارفه ان في اغلبنا شاطرين ما استناش على الحروف، كلنا واخدينها صح. أنا عندي مشكلة مع ابني في العربي، إن هو العربي مش قادر يقال أن يستوعبه. ليه؟ ايه المشكله عندي عندك؟ أزمة فيه، مش عارفة يعني حافظ هي ايه الحروف حروف بس حاجات المد كتير دي؟ ناقصاه، ما احنا مش لسه، حابة. هو المفروض لسه الترم ده هيبدا، يعني كل حاجه واحده واحده بياخدها خطوة خطوة، على أساسها بعد كده هيكمل الباقي. ويا ريت بالراحة برضو مع البيت الصفاء. معلش أنا عندي أزمة، لأن هو عشان لغات فكان هو مايل للإنجليش أكتر بكتير من العربي، فبصراحة مش عارفة أحلها. طيب، يعني أنا لو عملت لهم درس قراءة دلوقتي مش هيقدروا يقرأوا؟ خلاص طيب تمام. احنا ممكن هناخد درس المد بأغنية حلوة كده جميلة، بس خليهم هم منتبهين معانا، تمام اتفقنا. تعالوا كده، يلا عايزة اقول لكم على حروف المد. ايه حروف السلام المد دي يا معلمتي؟ عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا يا محمد. الحمد لله. أنا آسف. اهلا يا آسر. يا ريت نظبط بس بصوا، انا لما بخلص مع اصدقائي بنبقى مجهزين العاب وقصص، صح يا خالد؟ بس اكيد النهارده يومنا هيبقى مليان، عشان النهارده ايه هديكم. طيب يا ريت، انا ما بحبش مبدئيا، انا ما بحبش اقفل المايك على حد، تمام. انا اصدقائي بيبقوا معايا ملتزمين. طيب تعالوا معايا كده، هناخد حروف المد. حروف المد دي انا بعرفها لاصدقائي ان هي ايه، ان هي بيبي، ان هي ايه. انا عايزاكم تشاركوني بقى لما انادي عليكم او اقول لكم ان هي ايه، تفتحوا المايك وتردوا عليا وتقفلوا تاني. احنا اتفقنا؟ او انا بقول لكم اهو حروف المد وعليكم دي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا يا حلوين بقى، ركزوا مع ميس هند، تمام، واقفلوا المايكات عشان الحصة تبقى جميلة وممتعة، واللي عنده مشكلة في أي حاجة ميس هند هتعرفها لكم. ميس هند ما شاء الله عليها شطورة، وكان معانا ناس من الترم الأولاني كان عندهم حاجات كتير ناقصاهم وما شاء الله عليهم دلوقتي، فنركز بقى معاك كده خلينا و الحصة التجريبية دي نستفاد منها، على الأقل هديلكم حروف المد كده بطريقة سريعة. هي المفروض بناخدها بطريقة مبسطة، بس هديها لكم بطريقة سريعة معانا ده جميلة، بأغنية جميلة. وبتاعت أحلى أغنية، وكانوا بيغنوها، عملوا نشاط ونزلوا على الصفحة وكانوا كلهم جمال ما شاء الله. ما خلاص شاء الله. يلا
صباح الخير عليكم بقى، ويومكم سعيد إن شاء الله. إن يلا شاء أسيبكم الله، أنا إن بقى. شاء الله. صباح ماشي الفل، حبايبي، صباحك فل يلا يا السلام مريم، عليكم، مع مع السلامة، مع السلامة. السلامة. حروف المد ايه دول يا معلمتي اللي انتي كاتباه ده؟ ها دول ايه؟ يا ريت نقعد في مكان هادي عشان تفتحوا المايك وتشاركوا معايا. دي حروف ألف ايه ده؟ واو ياء، الف واو ياء. دي حروف عادية يا ألف معلمتي. واو ياء، برافو. بس هي دي حروف عادية يا ألف معلمتي. واو ياء، خلاص تمام، هي دي حروف عادية يا معلمتي. ألف واو بس ياء، في حروف دي بقى، الحروف دي هي شبه الحروف العادية بس اسمها حروف مادية. يعني ايه حروف مادية؟ يعني بيبقى صوتها طويل عن الحروف الألف والواو والياء العادية. ايه ده بقى، انت هتلخبطينا ليه؟ ولا لخبطة ولا حاجة، تعالوا معايا كده. حروف المد دي بيبي. حروف المد دي عبارة عن ايه؟ البيبي. البيبي ده بيعرف يتحرك لوحده يا أصدقائي؟ ها عايزة رد. البيبي ده بيعرف يتحرك لوحده؟ لا لا. لا لا البيبي ما يعرفش لا يتحرك أمي، لوحده. لا برافو، لا لا جميل. علشان كده يا أصدقائي البيبي دايما مين بيبقى معاه؟ مين اللي بيبقى ماما مع البيبي؟ ماما. أمي، برافو عليك، ماما برافو عليك. ماما طيب ماما، الحروف المادية دي عبد الملك، ده اللي مالك. قال ولد. ها طيب خلاص مش مشكلة، أي حد، احنا مش عايزين نضيع الحسبة. خلاص طيب. حروف المد دي بيبي، والبيبي مين بيبقى دايما معاه؟ ماما، مامته. طيب البيبي ده لازم بتكون معاه مامته بتساعده على الحركة. البيبي ده بيعرف يتحرك لوحده؟ لا. حروف المد دي معانا هي عبارة عن بيبي، البيبي ده ما بيعرفش يتحرك لوحده. واحنا ايه اللي بيحرك الحروف؟ الفتحة والضمة والايه؟ والكسر، صح ولا لأ؟ مش دي الحركات اللي بتحرك الحروف؟ مش احنا ما مش بنعرف نقرأ حرف غير لما يكون معاه الحركة عشان نتحرك بيه، نحرك الحرف من غيره. طيب الحروف المادية دي احنا اتفقنا ان هي بيبي، البيبي ده ما بيعرفش يمشي لوحده. كمان البيبي ده مش بيكون معاه حركات. طالما هو ما بيعرفش يمشي لوحده يا معلمتي، يبقى الحروف المادية دي يا أصدقائي مش بنحط عليها حركات خالص. ليه؟ اللي احنا اتفقنا ان هي بيبي، البيبي ده ما بيعرفش يمشي لوحده، فلازم يكون مين معاه؟ لازم يكون مامته معاه. طيب هل البيبي الأول لما بيكون خارج، البيبي كده صغنون، مين بيكون الأول؟ مامته بتكون الأول ولا هو اللي بيكون الأول؟ مامته مامته. مامته حلو قوي، مامته حلو مامته قوي، خلينا نمشي خطوة كده مع بعض. تمام، يبقى الحروف المادية دي لازم تكون مامتها معاها، وتكون مامتها قبلها ولا مامتها بعدها؟ مين؟ مامته قبلها. مامتها قبلها. ما ينفعش البيبي يخرج لوحده ولا يتحرك لوحده، لازم مامته اللي تحركه الأول. طيب معلمتي، احنا عارفين ان الحركات الفتحة والضمة والكسرة. طيب تعالوا كده، الألف دي يا ترى احنا دايما لما بنقول احنا بن... اه بنقول ايه ده، ده احنا طالعين شبه ماما صح؟ طيب يا ترى الألف، الألف المادية دي، الألف دي صوتها يبقى ايه كده؟ يا ترى مين صوتها له شبه من الحركات دي، الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة؟ مين يبقى قريبتها كده يبقى شبهها؟ مين ينفع تبقى مامتها؟ الفتحة. برافو. يبقى انا الألف المادية، الألف المادية دي يا أصدقائي مين مامتها؟ الفتحة. يبقى انا الألف المادية الحرف اللي قبليها حلو بيبقى مامتها معاها، مامتها قبليها موجودة، لازم بتبقى مع الألف المادية. طب يا ترى الواو المادية مين ينفع تكون مامتها؟ مكان تاني. الضمة. يبقى أنا الواو المادية مين هيكون قبلها ومعاها؟ الضمة. يبقى الواو المادية الحرف اللي قبليه على طول لازم يكون معاه إيه؟ الضم. طب والياء المادية مين بيكون مامته؟ مين ينفع يكون مامته؟ كسرة. الكسرة. مين ينفع يكون مامته؟ الكسرة. ممكن توضحي لي أكتر يا معلمتي بمثال؟ طيب يعني أنا دلوقتي عندي بقول لك معلمتي، ماما، أمي حبيبتي، ماما، ماما، أنا سمعت صوت ألف فيها صح؟ الألف دي يا ترى ألف عادية ولا ألف مادية؟ ماما
طولت في الصوت، مديت في ألف مادية. الصوت. ألف مادية. طيب إيه ده؟ يعني أنا دلوقتي الميم، مش أنت قلت لي يا معلمتي إن الألف المادية دي لازم بيكون مامتها معاها قبلها؟ آه، يعني الميم دي دايماً عليها الإيه؟ عليها الفتحة. فتحة. آه، ودي المد التاني أهو، يبقى الحرف اللي قبل منه مامته موجودة دايماً معاه، ما ينفعش تسيبه. طيب تعالوا للواو. الواو المادية أفرقها إزاي بينها وبين الواو العادية؟ اتفقنا إن الحروف المادية يا أصدقائي بيكون عليها حركات؟ لا لا. طيب ادي كلمة مح مو بابا يا ترى ده الواو هنا احط عليها، الواو هنا احط عليها حركة؟ لا الواو هنا احط، ايه ده مش سامعة، الواو هنا احط عليها حركة؟ لا لا لا. لا مين اللي هيكون عليها؟ مين فين مامتها اللي هتكون جنبها؟ الواو الضمة، واو الميم احط عليها الايه؟ الضمة، صح كده؟ اتفقنا؟ يا ريت يا ريت بس تخلوا الاولاد في مكان هادي، بلاش يعني استاذنكم من الكلام الجنين. خلاص، يبقى انا عندي حروف المد ينفع احط عليها حركات؟ لا يا معلمتي ما ينفعش. برافو لا عليك، ما ينفعش. طيب فالحروف المادية دي بيبي، البيبي ده ينفع يجي في الأول؟ ينفع يجي في الأول؟ هو البيبي ينفع يتحرك في لا الأول ولا لازم حد بيساعده قبل منه مامته بتكون معاه؟ لازم حد بيساعده يا ميس، لازم حد مايكل بيساعده. يبقى الحرف مايكل المادي، لازم برافو، حد يساعده. يبقى الحرف المد ده يا أصدقائي ما ينفعش أبدا يجي في أول الكلام. يعني أنا لو لقيت كده كلمة أولها حرف الألف، الألف دي تبقى ألف مادية ولا ألف عادية؟ مادية؟ لا إزاي؟ عادي، إحنا قلنا المد ما ينفعش يجي في أول عادية الكلام، المد ما بيعرفش عادية المد بيبي، ما ينفعش يجي في أول الكلام، عادية، صح كده؟ طيب الألف معلمتي، الألف المادية دايما ما بلاقيش عليها همزة. ما هي الألف المد دي ما ينفعش تحط عليها همزة خالص. يبقى انا الالف المد او حروف المد الالف والواو والياء ما ينفعش احط عليهم حركات خالص لان هما ما بيتحركوش، هما بيبي. الالف المادية دايما مين قبلها؟ مامتها. ها شاركوني، ها لو ايه ده سمحت. انتوا نايمين؟ لا 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 ها الالف المادية مين بيكون قبلها؟ ايه مامتها الحركة في مامتها؟ فتحة فتحة. فتحة طيب والواو المادية مين بيكون بعدها؟ مين بيكون قبلها؟ أسفة، دم دم ضمة. والياء كسر، كسرة كسرة. طيب أنا عملت أغنية، تعالوا بصوا كده، بيقول لي خلي بالي حروف المادية هي إيه؟ ألف واو وياء، ألف الألف واو والواو. ياء. يبقى احنا اتفقنا ان حروف المد ينفع تيجي في اول الكلام؟ لا ما ينفعش. حروف المد ينفع احط عليها حركات؟ لا لا ما ينفعش، عشان ايه؟ لا هي بيبي. طيب الحروف المادية لازم مامتها تكون معاها، الألف المد. يا ريت نقفل المايك بس استأذنكم عشان في عندكم دوشة. الألف المادية لازم مامتها تكون معاها وقبلها، الواو المادية لازم يكون معاها الضمة قبلها مامتها، الياء المادية لازم يكون معاها الكسرة إيه قبلها. تعالوا نشوف كده. أنا عملت معاكم أغنية كده جميلة، إشارة المرور. مش دي إشارة المرور؟ مش دي إشارة المرور يا شباب؟ ايوه يلا بينا. إشارة صوتك المرور. خالد ممكن تغنيها لنا انت يا خالد؟ صوتك حلو. حبيبتي تسلمي لي يا صبي، الله يعزك. ولا خالد تغنيها لنا يا خالد، خالد صديقي معانا. صوتك حلوة يا يا قلبي انت اللي احلى.
ها يلا خالد، تعالوا نسمع كده صديقنا معانا خالد، خالد صديقي معانا في الأكاديمي وعارف الأغنية دي، تعالى غنيها لنا يلا يا خالد، أنا وأنت. طيب يلا مكسوف، يلا بينا. إشارة المرور بتقول لنا انتبه، حروف المد مد ثلاثة، ثلاثة، ألف 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 واو ياء. الآ قبلها إيه يا ولاد؟ فتحة 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 فتحة. والواو قبلها إيه يا ولاد؟ فتحة. الواو، ضمة الواو قبلها إيه يا ولاد؟ ضمة ضمة. والياء قبلها ضمة إيه يا ولاد؟ كسرة فتحة. كسرة كسرة. كسرة. مين بيقول فتحة؟ يا نهار أبيض. أنا قلت كسرة يا ميس طيب خالد اللي. ماشي، معلش. يلا، الآ قبلها إيه يا ولاد؟ فتحة الواو قبلها إيه يا ولاد؟ ضمة ضمة. أرضى والياء قبلها إيه يا ولاد؟ كسرة انتبهوا وخلي بالكو، بصوا دايما يمينكو. يعني ايه ابص يمين يا معلمتي؟ يعني هبص على يمين الحرف، دايما بتلخبطني الحروف المد بينها وبين الحروف العادية، افرقها ازاي؟ هبص دايما اول حاجة هبص على اليمين بتاع الحرف، ادي حرف الالف هبص دايما على يمينه، يا ترى مامته موجودة؟ وكده دي من ضمن الايه؟ من ضمن الحاجات. طيب يلا بقى نقول الاغنية على بعض كده، يلا بينا نقول الاغنية على بعض. اشارة المرور بتقول لنا انتبه، حروف المد عندي ثلاثة، ثلاثة ألف ألف واو ياء، ألف الآء قبلها وياء. إيه يا ولاد؟ إيه يا ولاد؟ فتحة. فتحة والواو فتحة قبلها إيه يا ولاد؟ ضمة. ضمة ضمة. والياء قبلها إيه يا ولاد؟ كسرة كسرة. كسرة كسرة انتبهوا وخلي بالكو، بصوا دايما يمينكو. انتبهوا وخلي بالكو، بصوا دايما يمينكو، خدوا بالكو. يبقى انا هاخد بالي، يبقى انا طلعت من القصه الجميله ومن الاغنيه الجميله بتاعتنا. حروف المد عليها حركات، يعني لو اتكت عليك ما طيب انا شايفه، انا سامعه ان في اصدقاء فاتحين المايك وهم في عالم تاني خالص، يعني اللي عايز بس يخش هيبقى مستمع بس، فاستاذنكم نقفل المايك لان يعني في اصدقائنا قاعدين منتبهين وبيشاركوا معانا، ما بحبش اسلوب ان انا اقفل المايك على حد خالص. يلا، ها يلا، يبقى انا هفرقها بقى بين الالف العاديه والالف الماديه. ها، الالف العاديه بيبقى عليها همزه، الالف الماديه عليها همزه؟ لا لا. ها الالف العاديه ينفع تيجي في اول الكلام، الالف الماديه ينفع تيجي في اول الكلام؟ ينفع؟ لا لا، عشان دي بيبي يا معلمتي، والبيبي ده ما بينفعش يجي في الاول خالص، لازم حد يكون معاه قبله دايما بيساعده، لازم مامته دايما بتكون ايه؟ قبله. طيب ينفع يجي في نص الكلام المد؟ ينفع يجي في اخر الكلام؟ ايوه ينفع. طيب مين جاهز يتملى معايا؟ مين جاهز يتملى معايا؟ جاهزين؟ جاهزين؟ حالا الدفتر والقلم، حالا حالا نجهز الدفتر والقلم، سريعا سريعا، يلا. طيب كلنا هنتملى، كلنا هنتملى، جهز الدفتر والقلم سريعا. صورة يلا نغني مع بعض كده على ما أصدقائنا الباقيين يجيبوا القلم والدفتر. بصي عايزاكي بالراحة عشان تعرف تتملى معاكي. حاضر. هو مين اللي كان عنده مشكلة في الحروف، ان هو مين اللي كان حدد داخلي وقال لي ان دلوقتي كان في حد بيقول حافظ الحروف بس؟ أنا ابني مين هو قاعد دلوقتي؟ يعني هو مشكلته ان هو مش قاعد بيعرف يربط الحروف مع بعض؟ ما بيعرفش يعمل كلمة لوحده. طبعا أنا عانيت معاه الترم الأول كتير جدا في العربي. لما بقول له اكتب الحروف بيكتبها،
بس تمام. ان هو انك في الحرف بيبقى طبعا وسط الكلمه بيبقى له اشكال مختلفه اوقات، ما يديله شكل تاني للحرف زي حرف الكاف مثلا، لا ما يعرفش ان هو ده الحرف، ما بيعرفش يقرا طب الوقت عارف طبعا. مشكلة ان هو يعرف الحرف دي شكلها سهل، بس دلوقتي هل هو بيعرف يخلي الحرف صوته يوصل بالحرف التاني ولا بيقرأه منفصل ما بيعرفش يوصلهم مع بعض؟ لا لا يعني احنا بنقعد يعني هو لما حتى كان يحفظ ويسمع مش بيحفظ بالنطق، لا بيحفظ بالشكل. اه لا ما ينفعش بالشكل. طيب هنخلص. انا بقول لك انا عانيت معاه كتير، فمش عارفه الاقي حل معاه، يعني انا بصي حاولت هي معاه ماما دايما، مش هي عارفه. ماما دايما، ماما دايما هي كتير بتعاني حتى لو هي ماما مدرسة، فطالما ماما فما بيبقاش فيه شوية كده انتباه. طيب هنخلص الإملاء وهشوفها كده. هو اسمه إيه ابنك؟ آسر آسر. خلاص ثواني هنخلص الإملاء، يحاول يتملى معانا يعني كده أنا شطه. دلوقتي أجيب له ورقة وقلم يكتب؟ يحاول معانا محاولة، مش هيحصل حاجة. خلاص أنا عايزة بس أقول لك على حاجة، يلا بينا نغني الأغنية كده قبل ما نتملى. يلا يا ميسي يا يا ميسي نهار، استني يا ميسي، انا عايزه اقول حاجه. قولي ميسي انا ولد ميسي، انا كمان ميسي ما بعرفش اتملى. طيب اللي بيعرف يتملى يتملى معانا، احنا بس هنطبق على درس، احنا بس هنطبق على الدرس ده، واللي مش هيعرف يتملى هقول لكم ازاي ننطق الحرف مع بعض والحروف مع بعضها. اتفقنا؟ اتفقنا يا ميسي، اتفقنا. بس انا ولد، انا بس ولد واسمي روبن. ها اهلا يا دكتور روبن، يا باش مهندس روبن، يا سوبر هيرو روبن، حلو كده. شكرا يا ميس، I love you ميس، بحبك حبيبي يا روبن، انا كمان. صوتي الجميل انت احلى يا روبي، يلا بينا. بص روبي. فقط طيب خلونا بس، خلونا نخلص، بس خلونا نخلص دلوقتي، احنا بس هنتملى، واللي يقول ما اعرفش، انا ما عنديش حد يقول ما اعرفش، احنا لازم كلنا بنعرف حتى نحاول، حتى لو ما اخطأنا احنا تفسير موجودين مع بعض علشان اللي بيخطئ نعلمه. اتفقنا؟ فمفيش حاجة اسمها ما اعرفش، طالما انا زي اصحابي اعرف، انا قوي وانا عندي عقلي وذكي، يبقى انا مفيش حاجة اسمها ما اعرفش خالص. طب يلا بينا كده، تعالوا نغني الأغنية. يلا إشارة المرور بتقول لنا انتباه، يلا يلا. إشارة المرور بتقول لنا انتباه، حروف المد ثلاثة، ألف وواو ياء، حروف المد ثلاثة، ألف وواو ياء، الآء قبلها إيه يا ولاد؟ تصرف فتحة. أيوة كده، الواو قبلها إيه يا ولاد؟ ضمة ضمة. ضمة ضمة الهاء ضمة قبلها إيه يا ولاد؟ كسرة برافو، كسرة انتبهوا وخلي بالكو، بصوا دايما ايه يمينكو يمينكم، هنبص شمالكو دايما على يمين الحرف، اخد بالي دايما علشان اشوف بص الحرف على الممدود يمينكو او مامته معاه ولا لا. مامته بقى دايما ده اللي هي بتبقى الحرف اللي قبل الحرف المد، احنا دايما بنقول عليه الحرف الممدود، اللي حرف المد بياخده ويطول صوته. حروف المد دي يا اصدقائي بيبقى صوتها طويل، ميسا. هي والحرف الممدود. نعم واحنا نتملى حالا، يلا يلا جاهزين. تحذير انا معاكي مش فاضيه. طيب نقفل المايك، نقفل المايك. نعم يا مس اتملى، نعم مش بعرف اتملى. ما احنا قلنا مش عايزين كلمة بعرف، نحاول. اتملى ولا هنحاول، احنا اتفقنا ان احنا هنحاول صح؟ صح؟ صح، حتى لو هنخطئ ما اتكسفش، ان انا لو اخطأ طالما لسه اسيب بتعلم ما اتكسفش. يلا كلنا لما بنروح البحر بنعمل ايه؟ بنعمل ايه في البحر؟ بنعوم صح؟ بنصلي. بنعوم صح؟ يلا نكتب كلمة يعوم. مو يعوم مو حوش الست دي الوقت كده.
واحدة 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 واحدة. يا يا عو يا عو يا عو مو. بص بقى، أول خطوة تخليني مخطأش في الإملاء إني أكتب بالحركات، كل حرف أكتبه أحط الحركة بتاعته، ده هيخليني ما تلخبطش. ما حطش بدل الضمة واو، ما حطش بدل الكسرة ياء، ما حطش بدل الفتحة ألف، أحط كل حرف عليه الحركة بتاعته، مش هتلخبط خالص خالص. أنا قفلت المايك علشان خاطر أدي فرصة. طيب أنا هقول لكم الكلمة التانية الإملاء، فزورة. في نوع من أنواع الفواكه لونها أخضر من بره ومن جوه حمرا وفيها بذور، اللي هي إيه؟ اللي هي إيه؟ فتحت المايك. بطيخ. آه بس ما اسمهاش بطيخ، اسمها بط بطيخ. يلا بطيخ. ب الأول حرف باء. ب. هنا هنا هنا. احنا مش عايزين مساعدة يا براء، مش عايزين مساعدة. سمعتك اسمي سمعت. بطيخ. نحط الحركات على حرف حرف. هو المفروض هتتملى بالتنوين وكده. اتملي صح. خليها تخطئ بالراحة، محدش يزعق لحد في الإملاء خالص. طيب يا مس، احنا صوتنا طالع عند حضرتك؟ لا دلوقتي لما فتحت انت بس خليكي دايما حريصة. ألو، المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أتأكد بس إن الصوت شغال. شغال تمام. شكرا شكرا. يلا آخر كلمة إملاء. أهل يا مس نعم تشرح نعم صح تشرح عليك. ليك مليت الكلمة التانية. أيوة بطيخ أنا كده أنا كده بألف وواو إياه. بطيخ. طيب بطيخ. هستأذنكم، هنطلع وهندخل تاني على نفس اللينك حالا، اتفقنا؟ أنا هقفل السيشن وهندخل حالا كلنا على نفس اللينك كلنا تاني حالا، ندخل تاني متأخروش عليا سريعا. ماشي.